السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم درس جديد في العلوم مع قناة بني سويف التعليمية. الدرس بتاعنا اسمه طبقات الغلاف الجوي. يلا نبتدي. حوالين الأرض بتاعتنا أربع طبقات بيحيطوا بكوكب الأرض، عبارة عن هواء. تعالوا نشوف أول طبقة. الأولى اسمها الفير. طيب الطبقة دي فيها ايه؟ هي الطبقة الملاصقة لسطح الأرض، والطبقة دي ارتفاع 10 كيلو متر عند القطبين، و 16 كيلو متر عند خط الاستواء. الطبقة دي فيها كمان فيها غيوم ومطر وهواء شديد. كمان جواها بخار ميه. طيب الطبقة التانية، الطبقة بتاعتنا التانية بتعادل الطبقة الأولى واسمها الطبقة دي قلنا بتعلو الطبقة الأولى. طيب فيها إيه؟ أولا الارتفاع بتاعها بيبتدي من 11 كيلو متر لغاية عندنا 50 كيلو متر فوق سطح البحر. فيها بنلاقي ان عندنا في طبقة في النص، الطبقة دي بتحمينا من أشعة الشمس الضاربة، ودي طبقة اسمها تمام الأذن. كمان تمام فيها تحليق الطائرات. الطبقة التانية بتعلي الطبقة التانية واسمها الميزوسفير. الارتفاع بتاعها بيبدأ عندي من 50 كيلو متر لغاية 80 كيلو متر. الطبقة دي فيها هواء جامد. كمان ما فيهاش أي بخار ميه.
عاملة بتعلو الطبقة التالتة واسمها الأيونو إس فير. والطبقة دي قلنا بتاعه الطبقة التالتة. ارتفاع عندنا عبارة عن بيبدأ من 80 كيلو متر فوق سطح البحر لغاية 120 كيلو متر. الطبقة دي مشحونة في كهرباء. طيب، وهي مفيدة للاتصالات. واشكركم مع درس جديد ان شاء الله.